أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. تظاهر العشرات من منتسبي دائرة صحة ذي قار للمطالبة برفع مخصصات الخطورة وإقرار قانون نقابة ذوي المهن الصحية، وهدد المتظاهرون بالإضراب عن عملهم بحال عدم تحقيق مطالبهم، مؤكدين تمسكهم برفع مخصصات الخطورة إلى 100% واحتساب العلاوات والترفيعات من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الكتاب. أحبطت الهيئة العامة للجمارك محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية، وقالت هيئة الجمارك إن السلطة الجمركية في مطار بغداد الدولي تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية كان يروم صاحبها إدخالها بواسطة حقائب سفر متعددة. كشف النائب رياض محمد علي عن حالات فساد في مشروع بناء 6 مستشفيات تركية في مختلف المحافظات، وقال إن المشاريع تركت منذ 4 سنوات بعد أن أحيلت إلى إحدى الشركات بمبلغ 1,200,000,000,000 دينار، مشيرا إلى أن لدى العراق 6 مستشفيات تركية أنفقت الحكومة عليها 100 مليارات وعلى مدى 5 سنوات لم يتم إنجازها. وأوضح علي أن المشاريع أسندت لشركة واحدة وتوقف العمل بها في وقت واحد بغير سبب بعد أن قبضت الشركة مستحقاتها، وهذا ما يؤكد شبهة الفساد. قالت هيئة المنافذ الحدودية أنها أحبطت محاولة تهريب رافعتين شوكيتين في ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، وذكرت الهيئة أنها تمكنت من ضبطها خارج الحرم الجمركي حيث كانت مخبأة في حاوية ومعدل التهريب مع أدوات احتياطية من مناشئ متعددة. قالت إيران إن العراق يتبوأ المكانة الأولى في استيراد السلع الإيرانية في عام 2018 ب11 مليار دولار، وتطمح إيران لزيادة قيمة صادراتها خلال عام 2019 رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وهذه مشكلة لم تجد الحكومة في بغداد حل لها. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن إيران لا تريد أن يعود العراق للإنتاج الصناعي كونه سوقا استهلاكية كبيرة لبضائعها ومنتجاتها أيضا، وأن حجم التجارة معه سيزداد خلال الفترة المقبلة التي تعاني فيها طهران من أزمات اقتصادية. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.